بيوت الله تبارك وتعالى تحتاج إلى التعقيب وتحتاج إلى التعقيم وإلى تنظيف. ربما إن شاء الله يعني إذا رفع الوباء إن شاء الله والبلاء تحسبا إن شاء الله لفتحها بإذن الله سبحانه وتعالى، آملين من المولى تبارك وتعالى أن يستجيب لنا دعاءنا وأن ترفع هذه الجائحة فيروس كورونا لتفتح المساجد ولتعود إلى نشاطها المألوف إن شاء الله.